مرحبا بكم جديد في قضيتنا. بالنسبة لليلى إذن كل الشكوك متجهة لسام، شاب من الجيش الأمريكي سابقا في أواخر العشرينات، عنده صديقته تلقات مقتولة في داره وهو فص ملح وذاب. شكوك المحققين الكل تتوجه له على أساس هو قام بهذه الجريمة وهرب، والمحققين قاعدين يحصروا فيه من ديستريبيتور لديستريبيتور، خاطر لقاو انه الكارتة نتاع البنك نتاعو يتم استعمالها. اول ما وصلوا للبلاصة الاولى اللي تشريت منها بيتزا بالديستريبيتور، بهتوا انه لقاو تصاور واحد اخر، ولا الشرطة ولا عيلة سام نجموا يتعرفوا عليه. لكن المحققين باش يقولوا اكيد الشاب هذا بعثوا سام باش يخلص بالكارتة متاعو، وهو باش ينجم يتخبى. حاولوا انهم يعرفوا هوية الشاب شكون يكون، وبعد البحث وتحديدا نهار 26 مايو 2010، تلقات الشرطة بلاغ اخر من البنكة انه تم استعمال البطاقة متاع سام في محل بيتزا. متوا على البيتزا جماعة، وتتوجه مرة اخرى الشرطة للدار اللي تبعثت تلها الكماندة متاع البيتزا، خاطر المرة هذه ما جيش طول باش يهز البيتزا، المرة هذه عمل ليفريزون، وبالتالي العملية سهلت بالنسبة للمحققين. قالوا أخيرا باش نجموا نتعرفوا على بلاصة سام وستحل هذه القضية. وصلوا للدار، أما الشخص اللي كان موجود في الدار واللي حل الشرطة الباب هو نفس الشخص اللي كان موجود في كاميرا المراقبة اللي قلتلك عليها متاع الديستريبيتور. وباش تطلب منه الشرطة انه يقدم روحه، وسيادتك شكون؟ ويزلي عمره 18 سنة، كان في الدار مع مجموعة من اصحابه وما كانش معاهم سام. تم التحقيق مع ويزلي، ولدي متعرفوش انتي سام هذا؟ اش تعمل عندك البطاقة متاعو؟ شكون سام؟ البطاقة اللي تخلص بها وتجبد بها في الفلوس امتع شخص اسمه سام ومتهم في جريمة قتل. أبب قتل سام؟ أنا لا نعرف، لا قتل لا نعرف واحد اسمه سام. أنا فما شكون أعطاني البطاقة هذه وأعطاني قال لي ها ومنين تجبد وقتاش تجبد فلوس، حتى المبالغ اللي نجبد فيها يقول لي عليها بالضبط قديش يزمني نجبد، لكن مش سام هذا اللي تحكيوا عليه ولا اعطاني تعليمات ولا غيره. مش سام؟ شكون مال اللي اعطاك الكارتة واعطاك هالتعليمات؟ واحد اسمه دانيال، دانيال كان يمثل معايا في المسرح، مسرح الجهة نطلع انا وياه سورسان، والله الشاب هيل دانيال. قال لي راني نعاون ديما في الناس وراني الحمد لله انا وضعي المادي لاباس، واللي هكا حبيب وكذا نحب نعاون ونعطيه كارتة يجبد بها فلوس من البنكة. هاي بيه دانيال هذا فعل خير هايل، والله يبارك الله فيه. لكن دانيال هذا اسمه مش غريب بالنسبة للمحققين، على خاطر في مسرح الجريمة الدار اللي تلقات فيها الجثة القاو استدعاء متاع عرس، دعوة زفاف باسم عرس العريس فيه هو دانيال. هنا المحققين باش يبداو يحاولوا يربطوا الخيوط، فما علاقة بين دانيال هذاك ودانيال اللي يحكي لهم عليه السيد. هات نتعرفوا على دانيال هذا، خنوريك ساعة صور متاعو على المسرح ومن بعد نقدم لك سي دانيال. تفرج معايا على شكون نحكيه. Nothing. Then music. Top of the morning to you Guido. Guido, 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 Guido. Mia, Mia, Mia. And you will be my true love. هذا اللي تشوفوا فيه هو دانيال. دانيال شاب عمره 38 سنة، ممثل مسرحي، كان من عيلة ثرية ومن صغرته مغروم بالتمثيل، وكيف كبر
بديت مسيرته في المسرح وخاصة المسرحيات الموسيقية من خلال المسرح باش يتعرف دانيال على حب حياته واللي عندهم عرس كان بعد نهارين ولا ثلاثة من الجريمة اللي صارت. سيتم إلقاء القبض على دانيال باش يحاولوا يفهموا المحققين شنو علاقته بالكارت البنكي متاع سام المختفي، وربما هو اللي عاون سام في الهروب خطرهم فهموا اللي هو من أصحاب سام. المحققين كانوا باش يستجوبوا دانيال ويسألوا على سام، لكن حسوه توتر برش كيف خذولوا عينة من لديان متاعه، يعني هو كان في لصل في لصل شاهد تقول انت، لكن خذولوا لديان دخل بعض وبدأوا يسألوا فيه بعض الأسئلة. شو يقولوا له؟ وين مخبي يا سام؟ وين تخبى؟ وين مشي؟ وإذا بيه مش يعترف لهم بحاجات صدمة المحققين، وهذه التفاصيل اللي دانيال باش يقولها له. دانيال يروي أنه نهار 21 ماي هو كلم سام اللي يعتبره صاحبه وطلب منه باش يجي للمسرح ويعاونه في هزان كراذن رزان. مش تتذكر قبيلة قلت لك راو سام في واحد من الرسائل متاعه بعثهم صاحبته قال راو عندي واحد صاحبي ماشي نعاونه في المسرح ما نجموش نتقابله ومن بعد تمشي لدارنا. هاي كان ماشي لهذا. يكمل يحكي المحققين يقول لهم اللي سام وافق ما أول ما وصل وعطاني بظهره شي هز الكرذونة جبت الفرد وعطيته برصاصة في ظهره، ومن بعد نظف المسرح اللي هو مسرح الجريمة وقطع جثة سام وطيشها في أكثر من البلاصة اللي في واد شوية في غابة شوية في طرود خالي. هز تليفون سام القى فيه الرسالة اللي قلت لك عليها، قايل صاحبته راني باش نمشي بحضة صاحبي نعاونه باش تولي الأمور واضحة. يكتب لها هو رسالة داير من وقتها هي جذبت انتباه المحققين خاطر مش نفس الأسلوب نفس اللغة اللي مسنس يكتب بها، واللي قال فيها الرسالة الجولي صاحبته باش يتوسلها ويقول لها تجيه للدار. عليه حسب رأيك حتى تفهم بشوي. أول ما وصلت جولي ما لقاتش سام، لقات سي وخينة. اعتدي عليها دانيال وقتلها، وفي مخه أنه الجريمة باش تتقيد باسم سام. علاش عملت هكا يا دانيال؟ علاش قتلتهم؟ دانيال من عيلة ثرية في الأصل الحقيقة، إلا أنهم ما كانوش موافقين على الزواج وذي من حبيبته طفل اسمها رشاء، فهو قرر يعمل على روحه ويدخل فلوس من المسرح، لكن لا جات فلوس ولا نجم يعمل على روحه، وبالتالي القى روحه نهارين قبل عرسه ما عندوش اصلا فلوس العرس، فما بالك فلوس الدار ومرته و و و عدا هو سام صاحبه. وسمع ما نعرفوش كيفاش سمع انه سام خبي في الدار 62,000 دولار. قرر انه ياخوهم باش ياخوهم يلزمو يتخلص من سام، يتخلص من حبيبته، ويبين أنه سام أهرب بعد ما قتل صاحبته. إيش قولك؟ ها؟ جثة سام عمرها ما تلقات، لكن كل الأدلة كانت ضد دانيال. بعد ما عملوا له تيست لديان مش يلقاوا لديان متاعه في الدار الكل في مسرح الجريمة، حتى الساك فعلا اللي فيها الفلوس تلقات اللي كانوا فيها
$62,000 وتلقى فيها لديان متاع دانيال. سام بالتالي ظلموه في وقت طويل أثناء البحث. هو كان ضحية من الأول، هو كان الضحية الأولى، وعمره لا كان لا متخبي ولا هارب، ولكن صاحبه دانيال باش يبعد الشبهات عليه عمل دوبل جريمة باش هو ياخذ $62,000. اقتل صاحبه وقتل حبيبة صاحبه. في 11 جانفي 2016 سيتم الحكم على دانيال بالإعدام. نستنى تعليقكم على هذه القضية، وباش نولي في بعض الحلقات نقدم لكم بعض التعليق اللي تجيني، واللي الحقيقة نعمل عليها كيف برشا في الفريق متاع المحقق. نشكركم الساعة برشا عليها، ومن هذه التعليق برشا فيكم اللي يحكيوا على الإدمان متاع البرنامج. هم عجبني تعليق يجي من عند سيدة يظهر لي اسمها أحلام، إن شاء الله ما نكونش غالط حسب ما قريت من البروفيل متاعها، اللي تقول: عسلامة سي حمزة، حمزة ربي وفقك، رانا ولينا حتى احنا مهوسين بالبرامج متاعك. انا نقوم قبل الستة نحضر فطور لأولاد ونحط نسمع، عين راجلي ينطق قال الناس تحط قرآن الصباح ولا أذكار الصباح وانتي تسمع في الجرائم، يا مرارك ماكش عادية، وانا شيخة لا حياة لمن تنادي. شكرا على هذه المتابعة. انتم زادة خليولي التعليق متاعكم على المحقق اجمالا ولا على هذه الحلقة. على امل لقاكم ان شاء الله في حلقات القادمة. دمتم بخير، الى اللقاء.